الحيوانة اللي سمعنا صوتها من شوية دي اسمها المرموطة، والمرموطة ده حيوانة اسم الزوج بتاعها المرموط، والمرموط ليه أسماء عديدة من ضمنها خنزير الأرض. والحيوان ده تحديدا كان سبب في ظهور الطاعون الدبلي في الصين مؤخرا. المرموطة لما بتتضايق أو بتزعل بتطلع الصوت ده، وبيبقى صوتها قريب شوية من السيدات. لو أول مرة تعرف المعلومة دي ياريت لايك الفيديو، ولو أنت مهتم بالنوع ده من الفيديوهات ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.